الاسم الكامل إزة القرش، العمر 18 سنة، ممثلة بلد المغرب. من حق غير أن الفتاة القروية أن تكون لديها فرص للتعليم أفضل ولمواصلة التعليم بتوفير جميع الأسباب التي يجب أن تعمل عليها الدولة والمجتمع والجمعيات المدنية، ولذلك توفير فرص استكمال التعليم أو محو الأمية لمن فاتتهم فرص التعليم، وبأسلوب أكثر فعالية وإيجابية من أجل تنمية المجتمع وتطوره. ومن حقي أنا أيضا حق التعليم، حق السفر، حق الحرية إلى غير ذلك.